اجتماع المجلس البلدي لمدينة كلبة اليوم على اثر اعادة تشكيل المجلس وتعيين رئيس مجلس جديد. دعونا رؤساء الدوائر المحلية العاملة في المدينة وايضا بلدية كلبة وايضا شرطة كلبة. ايضا دعينا شخصيات فاعلة في المجتمع لحضور اجتماع المجلس العادي من الفصل التشريعي 17. رؤية المجلس البلدي تتمخض من توجهات سيدي صاحب السمو الحاكم فيما يخص تطوير البنية التحتية، تطوير المرافق، تطوير الجهات، وتطوير أيضا المرافق السياحية الموجودة في المنطقة لارتقاء بها إلى مستوى عالي، لارتقاء بالبنية الثقافية والبنية التاريخية والسياحية للمنطقة إلى مستوى أعلى يجذب كثير من السياح، من المهتمين بالزخم الموجود في المدينة. لهذا السبب المجلس البلدي سوف يركز على تلك النواحي المتعلقة بالطفرة التطورية التي يقودها سيدي صاحب السمو الحاكم فيما يخص تطوير المرافق السياحية وأيضا الثقافية والحضارية في المدينة. أبرز مخرجات الاجتماع اليوم وتوصيل رسالة المجلس، أيضا استشفاف توجهات الدوائر المستقبلية، الوقوف على الاستراتيجيات العامة، وأيضا الالتقاء بشخصيات الفاعلة في مدينة كلبة. بحسب اللائحة الداخلية هناك انتخاب لنائب رئيس المجلس البلدي وأيضا رؤساء اللجان اللي هي 8 لجان معرفة في اللائحة التنفيذية.